صباح الخير عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ تصبحوا وتربحوا وان شاء الله تكونوا ديما بخير وعلى خير. اليوم جيت غنشارك معكم واحد الطاجين اللي هو الطاجين ديالي الاول. تهرس مسكين اللي كتفرش ليه، لا راجعتو الفيديو كتفرش ليه غير الرز ديال الشوايه، وملي شريتي ديك اللعيبه اللي تفرش ليه تشق. وفي الحقيقه ما سخاش عليا، دوز معايا 5 سنين ديال العشره ماشي سهله، ولفتو كيجي الطيب ديالو بنين وزوين. وان شاء الله انا شريت هاد الطاجين، ها هو جديد بالصحة. الله يعطيك الصحة، شريته والاخر راه احتفظت به. غادي نبحث على الا كان كيتصاوب ممكن يتجبر لي على الحل ديالو، ولا صدق ليا راه غنشاركو معاكم ان شاء الله باذن الله. دابا هاد الطاجين الجديد ها هويا، حيت لا خلطنا ودرنا فيه المرقة، طيب سميتو طيبنا فيه مباشرة، كتجي فيه هاديك البنة ديال الطين. انا كندير الطاجين على طريقة ديالي خاصة، كندير شوية الشحمة، شوية الزيت، البزار، الملحة، بصيلة، مطيشة، وغادي نخوي عليه الماء بحال هكا. علاش زعما؟ باش هذاك سميتو يحيد ديك البنة ديال الطين، كلها غيتلاقى فيه هاد الشي اللي درنا، وغادي نرموه نخويو، وعادة غنطيبو فيه. وتابعوا معانا خوتي، غنخلي طبخ واحد 10 دقائق بحال هكا على فوق النار، و في أمان الله اللي غادي تهرس على الحبيب اللي حاك الخوتة هو. في امان الله. الله يحفظك. حتى راه بزاف ناس كتشكاو، قالك اول مره فاش كيطيبوا في الطاجين كيتفرقع معاه السخونيه ديال العافيه. ايوا حنا غنشاركوه معاكم. هذه هي اللي كنحط على الطاجين اللي شريتها من في داك الفيديو ديال 5 دراهم، واللي مازال ما شافوش راجع الفيديو تدخل يشوفو. شرب 5 دراهم شرب الطاجين المرحوم. الطاجين غيكثر الطاجين الجديد. والله القسمة ياكوبي نهار اللي جبتها الغد اللي تهرس فيه الطاجين باقي كاع ما نسيت، انا كاع ما خدمتش بيها. دابا غنفرشها لهذا، غندير لها بحال كنحس مع الفرن شويه هذا، غادي تحرق لي هذا، غندير بحال هكا نوصلها. غادي ندير العود غتحرق، ندير لك هاد الطا، وبسم الله وفي امان الله. وتابعوا معايا خوتي حتى الاخر، ومرحبا بكم عدي، وشكرا لكم وشكرا على المتابعه ديالكم والمتتبعين ديالي. شكرا بزاف بزاف الناس اللي دخلوا عدي جداد، وشكرا بزاف بزاف، وهنا معاكم اخوتي، مرحبا بكم. نشوف الطاجين ديالنا فين وصل. بسم الله، يلا غدي على شتي. هانتوما خوتي وتابعوا معنا، شرب داك ليدان ديال الزيت، شربوه يدير الشحمة. هانتوما معنا خوتي في النهاية. دابا الطاجين ديالنا هو كيطبخ، والله إلا خارجة منو واحد الريحة زوينة مع البصلة ومطيشة، خارجة منو واحد الريحة فان خارجة منو. هذا سميتو هذا كله غيجمع داك الجهد كله، ديك الريحه البنه ديال الطين كلها غادي تجمع هنايا مع سميتو مطيشه والبصله اللي درت، وغتبقى فيه ريحه زوينه ان شاء الله. ملي نبغوا نطيبوا فيه ما نلقاوش ديك الريحه ديال الطين اللي هي مجهده. دابا خوتي بعد ما كملت تقريبا شي 10 دقائق هو كيغلى، دابا غنطفي عليه نخليوه هنايا 3 دقائق شويه حتى يبرد شوي، حيت الا حزيتو سخون حطيته فوق البوطاجي يقدر يتشقر. الطاجين معمركم طفوا عليه البوطا سخون وتهزو تحطو فشي بلاصة فيها الما باردة راه تيتفرقع تيتشقر. دابا غنخليه بلاتي، وهاد التومة معانا غنوريكم حتى النهاية ان شاء الله بإذن الله. بعد ما كمل 3 دقايق برد شوية غنهزو السخون شوي بلاتي شوية يديها، نهزو نحطو فوق البوطاجي. بسم الله، صباح عندنا واحد الريحه زوينه طالعه منو. دابا غنشدو هاد المطيشه البصله اللي طابو فيه، نحيدو نتهرمو الحشرات والزبل، ونحيدو الما. هادي الشحنه شتوها هي طابت. دابا شربو داك اللي دام شربو ديال سميتو الشحنه باش ميجيش تحرك فيه الماكله باش يولي رطب، وفي نفس الوقت تحيد حتى ديك البنه ديال الطين كيف قلت ليكم. بعد ما برد الطاجين شويه حيدنا من هذوك اللي وريتكم سميتو المطيشه والبصيله وداك الشيء اللي طاف فيه، غادي نحيدو منو هاد المويه ونغسلوه. هاكا الطاجين ديالنا ها هو وجد، ممكن الا بغينا نطيبو فيه من دابا نطيبو، ها هو وجد غادي نغسلو ونخليه، وان شاء الله تابعونا خوتي، تابعونا الفيديو الجاي غنطيب فيه واحد الاكله اللي هي غتعجبكم، وانا اللي اول مره غادي نجرب في هاد طاجين جديد ان شاء الله باذن الله. انا منفكه طيبه في الفران، اول مره غنجربها في الطاجين جديد
ومرحبا بكم عدي وتابعوني وشكرا وسلام عليكم واللايك لايك 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 والجيم والضغط على المربع الاحمر. وشكرا لكم وشكرا للناس اللي دخلوا عدي الجداد وشكرا للمتابعه داخل المغرب ولا خارج المغرب. وشكرا لكم وشكرا للدعم ديالكم وبسلامه.